والله مشاهدين ومتابعي برنامج ألف عافية والأطباق لهذا اليوم. راح نعمل اليوم الفتة، لكن اليوم الفتة راح تكون بلحم الضان أو لحم الغنم. طبعا أكيد المقادير راح تكون سهلة لعمل هذا النوع من الأكلات. نوع اللحم اللي راح استخدمه اللي هو لحمة الضاني، لحمة الضاني اللي هي لحمة الغنم الهرفي الصغير. هذه راح نسوي من عودة الفتة. الفتة هذه راح تكون متكونة من المواد الستاندر اللي بيها اللبن، بيها الثوم، بيها النشا، بيها أيضا الخل، أو ممكن استبدالها بالحامض بالإضافة إلى الكريمة. راح أقدم وياها طبق جانبي ثاني اللي هو راح يكون تمل بالشعرية. عندي أيضا سلطة لهذا اليوم راح تكون في عندي سلطة التفاح، لكن راح نعملها بالنعناع، وأيضا المقادير راح تكون سهلة. راح أختم الحلقة لهذا اليوم أيضا بنوع من الحلويات. الحلويات اليوم راح يكون في عندي الكيك، لكن اليوم الكيك بدون طحين، راح نستخدم فقط طحين اللوز، وراح نسوي ايضا بطريقه سهله سريعه وايضا بسيطه. لتلافي الجفاف او لتلافي الجفاف طبعا اكو اطعمه خاصه، هذه الاطعمه راح اذكرها في نهايه الحلقه. ونبلش بلحمه الضاني لهذا اليوم. عندي لحم لازم احمسه اتخلص من الزفره مالته. هنا انا ابلش اطبق التمن وبعدين اسوي الصوص. هذا الصوص راح يكون متكون من كريمه طبخ، لبن، نشا، وايضا الثوم، مكس مع بعضهم البعض، وبعدين اخليهم على النار مع اضافه لهم شويه من المي. طبعا هنا أنا مشاهدينا مثل ما قلنا انه دائما الستاندر في الاكلات هذه اللي هي طبعا اكيد الكريمه، او ممكن نسوي الصوص هذا، هذه صلصه اللبنه او صلصه اللبن اللي تكون خاصه بالفته، تكون متكونه من اللبن وشويه الراشي، وايضا مش متكونه من شويه الثوم، مرات يضاف لها حامض او ممكن يضاف لها الخل. لكن اليوم حبيت انه اغير، بدل الراشي هنا انا راح اضيف كريمه الطبخ طبعا حتى نعطيها دسامه، نعطيها طعم جديد. لذلك اليوم حبيت انه اقدمها بطريقه اليوم مختلفه. اول شغله هنا اتخلص من الزفره تكون موجوده باللحم. نوع اللحم اللي راح استخدمه لحمه الضان. هذه اللحمه خفيفه تستوي بصوره سريعه، انصح دائما تكون هذه هي لحمه التكه. يعني لحمه التكه خلوها تكون بهذا الشكل، شوفوا هنا تنداس. يعني خفيفه، هذه ما راح تطول حتى تستوي. تمام؟ فاول شغله هنا اسويها ممكن انه احمس لي او ممكن انه احمس الدهن. خاشوقة أو خاشوقتين اثنين على حسب الرغبة. هنا مثل ما قلت أكو عندي صلصة ثانية، الصلصة هذه راح تكون متكونة من أول شغلة هنا كريمة الطبخ، ثاني شغلة هنا راح يكون عندك اللبن. هذول اثنيناتهم راح أمزجهم مع بعضهم، أخلطهم مع بعضهم وأجهز هذا الصوص. اللي يحب أنه يسويها بالطريقة العادية أنه استبدل أو خلي بدل كريمة الطبخ هذه، خلوا بدلها الراشي. تمام؟ وبعدين اخلي هنا اللبن، بعدين شو اضيف وياها؟ بعد شويه اللبن، يعني تقريبا نص كوب نص كوب، راح اخلي وياها نشا، ولازم يكون المكونات بارده. راح ابلش اخلي ملح حتى اجهز هذه الصلصه، راح ابلش اخلي شويه ملح، وراها راح اخلطها واجهزها. البهارات والتوابل ما اقدر اخليها هنا، انا ممكن اضيف شوية فلفل أبيض، لكن التوابل والبهارات وين راح أخليها؟ راح أخليها ويا اللحم، فأخلطها ثاني كل الزين، وأخلي البهارات والتوابل مع اللحم. بعد ما أشوف إنه الزيت صار ساخن راح أبلش أخلي اللحم. لحمة ضان تخبل خفيفة وحلوة، أحمسها بالدهن بالبداية، تقريبا خاشوكتين دهن خليت. بعد ما خليت هنا أنا هذه المكونات مع بعض البعض، في البداية أول شغلة أهتم باللحم شوية حتى أتخلص من الزفرة مالته. راح أخذ هذا تقريبا فص، هذا فص واحد ثوم أخليه على اللحم وأحمسه بسوية. مثل ما قلت بس اللحم هنا راح أخليه البهارات، الصوص هذا يبقى أبيض بارد مثل ما هو. خلينا شوية البهارات، راح أجي أبلش بي التمن. والتمن هنا راح يكون تمن عادي، شعريه دهن شعريه، احمس الشعريه اخلي مي، وراها اضيف شنو هنا، وراها راح اخلي الرز واطبق التمن. حسيت ان الفته دائما تقدم وياها، قدم وياها هنا ممكن شويه تمن، ولو انه انا راح اخلي بالاخير شويه الخبز عليها، فممكن نستخدم هنا خبز مقلي. يعني وين الثوم؟ وين الثوم؟ نحمس الثوم مع الدهن بهالشكل هذا، بعدين احمسهم مع اللحم. شوفوا لون اللحم شويه شويه يبلش يتغير اللون مالته، يخبل بعد اللون بعد الحمسه.
راح تقول لي انه بقت اكو زفره بي مستحيل ما تبقى بي اي زفره هنا، لا تخلوا له ملح بعد ما يغلي المي اخلي له الملح، انا ايضا راح اخلي له شويه من المي، لكن بعد ما انه يقسب اللحم يقسب على الاخير هناك راح اخلي شويه الشعريه، شويه نحمسها للشعريه نشقرها بدون اي اضافات هنا، بعدين اخلي مي، بعدين اخلي ملح، وممكن نضيف هنا يبهر اخر، ممكن اضيف هيل دارسين، وممكن انه اخلي هنا شويه من الزعفران، كيفكم؟ راح اجي اشيك اللحم، يا سلام ينحمس اللحم كل الزين يصير يخبل هذا، بعدين لا تخلون يعني خلينا تقريبا هنا الاربع خواشيق كبار من الدهن، اربع خواشيق وراها كلش تمام. شوفوا هنا اللون اللحم شلون تغير، اريده يقسب بعد اكثر، اريده هنا ينحمس صح، زفره مات بعد ما بيها زفره، خلصنا من الزفره نهائيا. بس كل ما انسى الشعريه هنا أنا. تعرفون شلون تسوون اللي هي تكون الحكاكه اللي تكون موجوده بالجدر دائما مع الشعريه بالاخص، انه باقي الشعريه لا تقلبوها خلوها مثل ما هي، صبوها قالب تطلع عندك الشعريه تخبل، ممكن نخلي لها شويه زعفران للشعريه يعطيها لون كلش حلو، خليها هنا تمام التمام. وراها راح اخلي للشعريه مي، شويه مي بعد، يا اخي ريحه الدهن تخبل ويا الشعريه فول سعاده. راح ابلش اخلي تمن بسمتي يكون منقوع، مغسول ومنقوع طبعا، مو احمسه ويا الشعريه لا، بس ايش وقت هنا بعد ما يغلي المي، يغلي المي مالت الشعريه يلا اخلي هنا التمن. نوع التمن اللي راح استخدمه اللي هو البسمتي، ممكن استخدم اي نوع تمن اخر. ارجع اشيك اللحم بعد يحتاج انه يتحمص شوية، حمصوه أكثر شوية حتى هذا اللون مالته الأحمر يصير أحمر يخبل هنا، لأنه أكو بعد طريقة شوفوا يذب الخواص مالته، لأن أنا خليت له بهارات، من تخلوا له البهارات اللي قدام يقوم يذب الخواص مالته، النكهة مالته قوية، ونتخلص إحنا كلش من الزفرة مالته. موضوع الحلقة اليوم عن الجفاف، شنو الأطعمة المهمة لتلافي الجفاف؟ تمام؟ راح اذكر هذه المكونات كلها، لكن ايش وقت او الاطعمه هذه كلها في نهايه الحلقه. موضوع الحلقه اليوم راح يكون مهم جدا موضوع الحلقه، لانه الكثير وخاصه الاطفال يصابون بالجفاف بعد الاسهال هنا، بعد النواقص السوائل هنا يصير عنده جفاف. فاكو اطعمه موجوده عندنا بالبيت تمام، نقدر احنا نسويها او نقدر احنا نشتريها مكونات تلافي هذا الجفاف وترجع السوائل الصحيحة للجسم وتكون صحية، سوائل صحية. اللحم بعد ما أشوف أنا صار عندي بهذا الشكل، ممكن أنه أنا شوية أصفيه أو ممكن لا دايركت أصفي شوية من الدهن، بس ما يحتاج راح أرجع الدهن بهذا الشكل. وراها راح أبلش أخلي ثوم وأخلي خل، شوية نبتعد عن النار لأنه ما أريد أستنشق أنا الغاز هذا، هذا غاز، هذا الغاز اللي هو الخل على النار غير صحي أبداً، غير صحي لا تستنشقه. وراها راح أبلش أوزع كل من بالبداية خل وعندك الثوم، ويصير عندك هذا الغليان. بعد ما أشوف إنه هذا الغليان صار صحيح أضيف الصلصة. شنو هي الصلصة؟ الصلصة هاي الخرافية اللي هي كريمة طبخ ولبن. وراها راح أبلش أخلط المكونات مع بعض البعض، أخلطها بهذا الشكل. هذا الصوص، الصوص راح يكون جدا مهم، نخلي له شوية ماء
ونخلي له شويه ملح. طبعا تمن ما خليت له ملح وهذا هم ما خليت له ملح. اجي اخلي هنا شويه الملح، اجي هنا ايضا اخلي شويه ملح، وراها راح اضيف التمن هناك. وطبقني يا عيني طبقني، الله يخليك، وطبخني يا عيني طبخني. شويه مي حلوين، انا صار عندك جاهز. هذا ايش راح اسوي له؟ هذا راح ابلش اسوي الصلصه هذه اللي هي صلصه اللبن. بس شوفوا شلون صارت. انا راح ابلش اخلي الحمص مطبوخ طبعا، وراح اجيب هنا شنو، راح اجيب هنا اللحم. بعد ما اضيف هذه المكونات كلها سويه مع بعض البعض، انص النار عليها واطبخ التمن بهذا الصوص، حمص وصوص، وايضا يكون عندك اللحم. وراها عيني تطلع عندنا طبخه الا خرافيه، مقاديرها سهله بسيطه وسريعه. الفته لهذا اليوم غير فته، يعني غير الفته اللي نسويها دائما اللي هي الستاندر اللي يكون بها راشي. غيرت سويت لها صلصه، هذه الصلصه تكون متكونه من كريمه طبخ وايضا من اللبن. راح تقول اللبن وكريمه طبخ، جربوا هذه الصلصه مع الثوم والخل راح تطلع الا خرافيه. مع شويه اللحم الحلوين راح يصير عندك الطبخه الا تخبل. هنا انا اخلط المكونات كلها مع بعض البعض. رز بالشعريه راح اقدم وياها، او ممكن اقدم وياها شويه من الخبز المحمص. ورا راح يكون في عندي سلطه لهذا اليوم. السلطه هذه راح تكون متكونه من التفاح الاخضر الحامض، منقع اصلا انا بالحامض. عندي هنا أنا ممكن نجيب البصل الاخضر، جبنه يونانيه، زيتون مقطع شرائح، كراث، فلفل اسود، هذا اختياري لانه انا عندي هناك التفاح اللي هو الحامض. بالبدايه هنا أنا قبل كل شيء هنا لازم اسوي صوص مع شويه من الحامض. راح اجيب هنا أنا 3 خواشيق من زيت الزيتون. هذه المقادير راح تشوفوها وين؟ راح تشوفوها على الانستغرام اللي هو الخاص بقناه اليو تي في. طبعا هنا راح تشوفون هذه الاطباق مقاديرها وايضا طريقه تحضيرها، تقدرون تسووها انتم بكل سهوله وبساطه. بالبدايه خليت نعناع، بعدين اخلي كراث، بعدين اجيب بصل اخضر. ما اخلي اي شيء هسه بعد ما انه اسوي هذه المكونات، اتبلهم زين، شويه ملح، كمون، كزبره، او ممكن اخلي شويه من الفلفل الاسود، زيتون مقطع شرائح، اخر شيء هنا اجيب التفاح. لكن قبل ما اخلي التفاح شو اسوي هنا؟ راح ابلش اخلط هذه المكونات مع بعض البعض. يا سلام، نعناع، زيت الزيتون، ملح، فلفل اسود او كمون او حتى كزبره. راح اجيب هنا التفاح مع الحامض، اخلطهم سويه وارجع اخلط المكونات هذه كلها مع بعض البعض بهالطريقه هذه. اخر شيء هنا اصب السلطه. بعد ما اصب السلطه هنا اقرنشها بشنو؟ بالجبن، نوع الجبن اللي هو جبنة الفيتا أو الجبنة اليونانية. الصوص هذا طلع خرافي. التمن بالشعرية أيضا راح يكون من الأطباق الحلوة. إذا فاصل وراجعين مع ألف عافية لهذا اليوم. أكيد رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما سوينا قبل الفاصل طبعا أكيد السلطة لهذا اليوم اللي هي سلطة التفاح، لكن مع الجبنة اليونانية. أيضا راح يكون في عندك التمن، وتمن اكيد بالشعريه مثل ما تشوفون هنا يكون. لكن اذا حبيتوا تسوون التمن يكون شعريه لازم ما تقلبوها، تتركوها مثل ما هي حتطلع عندك حكاكه كامله عباره عن شعريه. لازم ايضا يضاف دهن بعد اكثر. نجي على الصوص، هذا الصوص الفته اللي هذا اليوم سويته اللي بيكون باللحم الضاني، لحم الضاني اللي هو لحم الغنم اللي نفسه نستخدمه بالتكه. الحلو بهذه الاكله خفيفه جدا، سهله وسريعه، وحبيت انه اغير بها شويه. شنو اللي غيرتها بها؟ غيرت باستبدال الراشي باستبدال الراشي بصوص اخر اللي هو كان عندي كريمة الطبخ، وسويته بهالطريقه هذه. جربوها هذه الوصفه كل شوية راح تحبوها. مثل ما قلت هذه الوصفه راح تلقوها وين؟ على الانستغرام الخاص بقناه اليو تي في، وتشوفون صورتي اكيد. راح تطبون على الاكله واسم الاكله وتشوفون اكيد هنا المقادير، وايضا تشوفون الفيديو الخاص بهذه الاكله. اما موضوع حلقتي لهذا اليوم فراح يكون عن الجفاف. ما هي الأغذية والأطعمة لتلافي الجفاف ولتعويض السوائل اللي تكون موجودة بالجسم؟
كل هذه راح أذكرها لكن شو وقت في نهاية الحلقة، حتى نختم الحلقة لهذا اليوم بنوع صحي، بأكلة صحية. كيك عادي، لكن هذا الكيك اليوم راح أسويه بطحين اللي هو طحين اللوز. طحين اللوز مع تقريبا 3 بيضات مع شكر مع فانيلا مع بيكنج باودر، بالإضافة إلى أيضا الزبدة أو الدهن. خلط المكونات كلها مع بعض البعض وأخليها في قالب وبعدين أشويها بالفرن. حلو بها أنه أنا استبدلت الطحين بطحين اللوز، ما راح أضيف لأي شيء ثاني، راح يكون فقط طحين اللوز، بيض، شكر، فانيلا وأيضا بيكنج باودر. تيدوها صحي بعد أكثر، إذا حبيت أن تكون صحي بعد أكثر تخلوا لها هنا السكر البديل، بديل السكر اللي هو أكو بديل السكر، أكو أشياء كلش هواية يكون عندك هنا أكيد بديل السكر، فراح يكون أكيد على حسب الرغبة. يلا نبلش. أول شيء نسوي طحين اللوز. طحين اللوز راح أخلي له شوية شكر وأيضا شوية حتى لا تتفلش عندكم الكيكة، فلازم نتبع هذه الخطوات. في البداية هنا أنا راح أجيب طحين اللوز تقريبا كوب كامل، راح أخلي له أيضا تقريبا خاشوكتين اثنين من السكر، وراح أضيف له هنا شنو، راح أضيف له هنا الصودا أو ممكن أخلي هنا البيكنج باودر. بعد ما أضفت هذه المكونات مع بعض البعض راح أخليها على جنب. راح أجيب هنا تقريبا 3 بيضات كلش حلوين، هذه واحدة وهذه الثانية وهذه الثالثة. شوفوا راح أشوفكم شغلة، إذا شفتوا أنه أكو قشر بيض نزل مو بدي أكون لأنه ما راح تنشال نهائيا، لكن بقشر البيض نفسه نسوي له هيجي تجي على السريع. هاي همينات أكو هنا شغلة ما أعرف شن هي بس نشيلها. شوفوا على السريع بدون كافلام راح يكون في عندك هنا إضافة السكر، حلوة الدنيا سكر، وراح أخلي هنا شوية من الفانيلا. الحياة سعيدة ولطيفة، يكون عندي جاهز. هذا راح يكون في عندك خلط لازم ضروري هنا. وش أخلي له؟ أخلي له زبدة أو ممكن أخلي له شوية من الدهن. هاي واحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، حلوين. وراها أخلط هذه المكونات مع بعض البعض. شغلة كلش بسيطة هنا. النكهة الوحيدة اللي استخدمتها هي تكون نكهة الفانيلا. هنا ممكن انه اخلي بشارة برتقال، ممكن انه اخلي بشارة ليمون حامض يعوضني او تعوض عن السكر عن زفرة البيض، او تعوض عن يعني تتخلص او اتخلص من الزفرة هنا. لكن اذا ما خليته اي شيء، لا فانيلا ولا هيل ولا دارسين ولا بشارة برتقال ولا بشارة ليمون، لا زفرة ما تلبيض راح تكون واضحة. راح أضيف كمية دهن هنا أوزع على كل القالب حتى لا تلزق عندكم. اثنين حتى تطلع قياس واحد لازم أدهن القالب بصورة صحيحة حتى لا تطلع واحدة منفوخة واحدة ناسية. مرات يكون السبب من درجة حرارة الفرن، يعني أكو تسريب عندكم هواء يعني لذلك تطلع عندكم الكيكة أول ما تطلعوها تكون منفوخة بعدين ورا شوية تفش. السبب هنا الحرارة غير متوزعة بصورة صحيحة داخل الفرن، ما له علاقة القالب. أما إذا طلعت واحدة عالية واحدة ناصية فأكيد السبب القالب، لأنه شيء راح يكون بيدهن صعدت وشيء راح يكون ناشف ما بيدهن أكيد بقت بنفس المستوى وتعجن طبعا. لكن إذا أنتوا سويتوها ونوزعتوا بصورة صحيحة على كل القالب طبعا راح تطلع عندكم تمام التمام. تقدرون تخلون شوية من الطحين، أو أنا لا، أنا دائما أخلي كمية زينة من الدهن. طبعا كمية الدهن هنا راح أطلع عليها شنو، أطلع علي القشر الخارجي مالتها كريسبي شوية، لذا كلش أنا أحبها هيك يعني. هسه ايش راح أسوي هنا؟ لازم أوسخ. راح أخلي هنا شوية طحين اللوز مع السكر وابلش انه اخلطهم على كيف بالهداوه، يا عيني بالهداوه. شوي خلينا ننظف هاي المصيبه اللي انا سويتها. تعالي 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 وراها راح ابلش اخلط المكونات كلها مع بعض البعض. الحلو بهذه الاكله حلوه وخفيفه وصحيه. راح تقول لي مو شكر ودهن، الدهن زين، لكن هنا شنو، هنا ما تقدر تخلي، ممكن تخلي السكر البديل مثلا تمام.
شوف هنا شلون صار عندك المزيج عبارة عن لوز، ما أقدر أنا أخفقها بعد بالخفاقة، يطلع الهواء من البيض، أريد تكون هشة من الداخل. راح أخلي المزيج هذا كله وأشويه بالفرن. درجة حرارة الفرن شقد عيني 185، الوقت شقد، الوقت 20 دقيقة، وراها يطلع عندي كيكة اللوز كيتو ولا أروع من عدها، بمقاديرها، بطريقة تحضيرها، بتفاصيلها. نقولها باي بايز، فرن مشتغل قبلها بوقت تقريبا 10 دقائق يكون مشتغل الفرن، أو ممكن 5 دقائق متوزع الحرارة بصورة صحيحة. طبعا أكيد فاصل وراجعين مع ألف عافية لهذا اليوم. أكيد رجعنا مشاهدينا وختامها مسك الأطباق لهذا اليوم. عدنا سوينا طبعا أكيد الفتة، الفتة كانت الأطباق السهلة البسيطة وأيضا سريعة، ومثل ما قلنا ما تحتاج إلى وقت حتى تنجز، بلحمة الضان. أيضا كان في عدنا اليوم التمن، وهو التمن أكيد بالشعرية كان الأطباق أيضا السهلة البسيطة وأيضا السريعة، بالإضافة إلى طبخة أخرى لهذا اليوم، نوع من السلطات اللي هي سلطة التفاح، بس سويناها إحنا بشنو؟ سويناها أكيد بالجبن، وأيضا خلطة كاملة بها. طبعا هذه مفيده جدا للجفاف، تكافح الجفاف هذه، وخاصه في مواسم الصيف والدرجات الحراره العاليه. طبعا هنا أنا مثل ما قلنا مشاهدينا ايضا راح يكون في عندي طبق حلويات لهذا اليوم بطحين اللوز فقط، سويته بطريقه بسيطه ايضا سهله وسريعه، وايضا كانت الاطباق ايضا الحلوه اللي ممكن احنا نقدمها، فراح ابلش بها من اخر شيء لاول شيء. نقطع القطع هذه ونقدمها مع الشاي، مع القهوه، مع النسكافيه، لكن شوفوا شكد خفيفة وهشة، وهي ما بيها ولا قطرة طحين، ولا قطرة طحين. الحلو بهذه الأكلات سهلة وأيضا بسيطة وجميلة، يعني حتى ما تحتاج إلى زينة، ممكن مع شوية آيس كريم خليها على الوجه تصير 100 فل و14. شو نسوي لها؟ احنا نسوي لها هيك هاي هيك هاي هيك هاي هيك هاي هيك و 1550 عافية. هاي أول شيء. اللي بعده هنا راح يكون في عندك صب التمن، لكن قبل كل شيء أنا بالفتة راح أجي أبلش أصب قطع اللحم بهذا الشكل، بعدين راح أبلش كسر خبز، بس شنو يكون لازم؟ الخبز لازم يكون عراقي مو سوري ولا عيش، خبزنا وتقطعوه اكيد بهذا الشكل. بعدين اجيب الحمص مع اللحم واضيفه وين؟ اضيفه على الخبز مره ثانيه بهذا الشكل. يا سلام، احلى فته هذه بلحمه الضان، احلى فته. اللي بعده ايش راح نسوي هنا؟ راح ابلش اخلي لها شوية المعدنوس، ممكن صنوبر، وممكن تضيفون شوية الفجل بهذا الشكل، وتدلعوه بشوية طماطة، و1550 عافية. سهلة بسيطة وسريعة. نصب التمن، طبعا هنا رز بالشعرية تقدم أو نقدمها مع الفتة، لأنه هذه الفتة سهلة وأيضا بسيطة وايضا سريعه. هذه الاطباق اللي قدرت اقدمها لكم محبه المشاهدين، هي كلها اطباق سهله بسيطه وسريعه، ما تحتاج وقت حتى تصير. الفته لهذا اليوم اللي كانت بلحمه الضان، ايضا كان في عندي رز بالشعريه، كان في عندي هذه السلطه الحلوه واللي هي طبعا اكيد بالتفاح، وطبق الحلويات اللي كان في عندك طحين اللوز. اطعمه تكافح الجفاف، هذه الاطعمه راح اذكرها طبعا، وهي تكون في البدايه عندكم هنا المي. كثرة المي من الأشياء المهمة، لكن أين يوجد المي؟ بالخيار، بالرقي، بالبطيخ، بالفراولة، بالكيوي، هذني كلش مهمات. نجي على الخضروات الورقية، الكرفس، المعدنوس، والكراث، وأيضا يكون في عندك الرشاد، بالإضافة إلى النعناع والريحان، هذولا أيضا من الأشياء المهمة. نجي هنا على الفلفل الأخضر، يحتوي على تقريبا 75% من الماء، هذه كلها ممكن تساعدنا لتلافي الجفاف وخاصة في الصيف. وإن شاء الله يا رب الصحة والسلامة على كل من يشاهدنا ويتابعنا. نشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة من الشيف خلدون من ألف عافية. أقول لكم باي باي.